الملعب ضده، اصابته اللي كان بيستشفى منها ضده. دي لقطات من الجزائر طبعا مش هتشوفها غير في قناه الاهلي يعني. طبعا الجماهير يا كابتن، وهرجع لك للتغيير تاني، الجماهير هناك مقتنعه بان فريق النادي الاهلي فريق كبير قوي، وقد ايه كانوا في اول هاف تايم كان ممكن يحققوا مكسب كبير. ده كروري جه، ده كروري جه دخل علينا في الجزائر ولا هنا؟ ده كروري وصل، ده كروري وصل لك يا ماما، ماما تعالي خديني يا ماما. يا رب الناس كلها قاعده، الناس كلها قاعده تبارك لك وعمرو رشدي والدنيا، الناس قاعده تقول سيد عبد الحفيظ اسامه حشيش عايزين نجيب ولادنا ونتصور معاكم. انا هقول لك على حاجه، اتفضل. كل لعيب النهارده نازل الحقيقه خايف على المكسب، خايف على الوضع، فده برضو بيقللني انا وانا نازل في كل حاجه، بيتحسس في لعيبه مظلومه في نص الملعب كتيره، واحنا ما عندناش حد قدام، احنا كنا بنطفش الكوره الناس بس عشان تفهم، احنا كنا بنبعد الخطر من عندنا وكل حاجه. خلاص بات حتميا لينا ان ارضيه الملعب دي ضدنا بشكل غير عادي، مش قادرين نتعامل معاه، مش ده هو النادي الاهلي. فمهما نزل من اللعيبه باستثناء محمد هاني اللي قاري الملعب كويس قوي، والسبرنت اللي نزل فيه والنيرف اللي نزل فيه، هو ديفندر انما مش فيرود، كان نازل برضه مريح برضه عن الناس يعني. وإن كان انا كنت وليد سليمان لا اطمع ان هو يخرج من مباراه زي دي ابدا، هو نقل الحركه، هو الحاوي زي ما انتم بتقولوا، هو اللعيب اللي عنده التيمبو الايقاع، هو اللعيب اللي قلنا كل الكلام انا وانت عشيش وسام عليه قبل الماتش وقلنا اتمنى هو استوى في الاخر، هو خلاص تعب مش قادر استوى، بس في وليد ازار وخلاص كمان مستوي، هو كارتيرون كان عايز يقفل الاطراف اكتر، كابتن شريف هو قفل يعني ايمن اشرف وكان معاه ميدو جابر، حاب يعمل يلعب يغير طريقه اللعب 4-5-1. عارف يا اسامه لو وليد سليمان مكان وليد ازارو محطه هايله، ليه على طول هو رعيشهم، هو اللي عامل لهم الحاله، هو المتفوق عليهم من مصر هنا الحقيقه، من دخوله منطقه الجزاء هناك هنا وبيحطوا الراس. فالتغييرات يشكروا اللعيبه، يشكروا على الضغط النفسي، وانت عارفه كنت انت بتبقى قاعد بره.